يبحثون عن تجاوزات لاستغلالها بعد أن شغلت أغلب أراضي بغداد المخصصة للاستثمار. يريدون إيجارات، إحنا قعدنا ويا جماعة السكك وجو قام يزرعوننا من عندنا من البسطيات. أنا مفتحين بالشارع، إحنا تجاوزات إحنا يعني يجي يزرع بالمتر يريد على الأمتار يساومنا إيجاراتنا، يريدنا على المتر إيجاراتنا. يعني يسومنا على الأجر متر 150 150 اي مو صير شغلات عداوات تصير. من منو ماخذين؟ ما اعرف يوميا تجينا جهة، حتى ذيك الجهة الثانية واللقاءات السوق العزل، يعني السوق صار له 40 سنة، يعني احنا بلديات وعندنا هاي البلدية جاي تاخذ من عندنا وصولات من سنة 2021 جاي تاخذ وصولات من عندنا وجبايات جاي تاخذ من عندنا. سوق الدورة الذي يعد تجاوزا كونه يمتد بجانب سكة الحديد يتعرض للمساومات والابتزاز للسيطرة عليه. واحنا هذا السوق يعني قديم لا اليوم ولا البارحة، ويدورون من عندنا، واحنا ناس على باب الله، يعني كل من يومية جاينا يدور فلوس. يومية طالعين بند ما نعرف، هذيك المرة جمي قوة، هذيك المرة جمي قوة، والنوبة الأخرى جمي قوة، واحنا لا به ولا عليه، واحنا نريد نعيش. يعني لاحقيننا على هاي ايش عندنا احنا؟ احنا بس حايرين عيشنا ورزقنا يوميه، يعني يوميه جاينا يريدون فلوس. ذيك المره واحد جانا يقول 150 وش نحصل؟ هو احنا من يدك كل العالم عايره بعيشتها ورزقها لا بها ولا عليها. يدفعون بدل ايجار لاكثر من جهه ويتعرضون لعده دعاوى كيديه. يعني وين اروح اذا بالشارع وبعد تريد تطردني؟ بعد وين اروح؟ اتجه لمن اتجه؟ اتجه للارهاب لمن اتجه؟ يا بعد عين لمن اتجه؟ يعني تصير تبوق وتسلب يلزمونك، تجي تعيش على باب الله ما يعوفونك، هم ما يعوفونك، والله حيرة، حيرة ثم حيرة يا أخي. والله الطالبون بس يعوفونا بحالنا، كل شيء ما نريد من عندهم. لا به ولا لا يريدهم ولا يريدوننا. ما عندنا لا شيء وياهم ولا شيء، بس يعوفون السوق بحاله. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.